فكت هشام أحمد القدور. سيد قدور، حدثنا في البداية عن الخبر الذي يقول بسيطرة الجيش الحر على مبنى الأمن العسكري في حارم. نعم، سيطرة الجيش الحر البارحة، قام الجيش الحر منذ البارحة ويقوم باستهداف حاجز مبنى الأمن العسكري في حارم، وبعد اشتباكات عنيفة فالجيش الحر سيطر على هذا المبنى وقام بتدمير سيارتين زيل في أبو طلحة، إضافة إلى أن مدينة الهبيط تتعرض للقصف منذ البارحة ليلا، مما أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة آخرين، وهناك إصابة طفلين إصابتهم خطيرة. كما وتتعرض مدينة كفرنبل لقصف الطيران المروحي، ولا معلومات عن وقوع ضحايا لشدة القصف على المدينة، وهناك تحليق مروحي فوق مدينة معرة حرمة وتخوف من ارتكاب مجزرة جديدة هناك. وكما تشهد مدينة سلقين اشتباكات عنيفة بين كتائب ومجموعات الجيش السوري الحر وعناصر الرتل الأسدي الذي لا زال قابع حتى هذه اللحظة في طريق المحلق بمدينة سلقين، بعد أن حاول منذ الفجر الخروج من الحصار المحكوم والمفروض عليه من قبل الجيش الحر للتوجه والسيطرة على طريق حارم. كما هناك رتل من عصابة الأسد، بعض السيارات والعربات وخمس دبابات يتحرك من الإعلام باتجاه حير جاموس، واشتباكات عنيفة بمنطقة الفوزية بعد جير جاموس، وهذا رتل لم يستطيع التحرك عبر الطريق الرئيسية الواصل بين سلقين وحارم، مما اضطره التحرك على الطريق الأمني الحدودي باتجاه فرحوم. وعلى صعيد عسكري، قام الجيش الحر باشتباكات عنيفة اليوم في أبو ظهور، وبعد هذه الاشتباكات قام النظام بقصف معظم قرى ريف أبو ظهور. وأيضا مدينة سلاقب يوميا تعرض لقصف من حاجز معمل الزيت وحاجز معمل القرميد، فشهدت ليلا قصف عنيف أدى هذا القصف إلى تدمير بعض المنازل، كما واستشهد الشاب أصيب بشظايا قذيفة سقطت على منزلهم منذ يومين. انقطاع التيار الكهربائي على ريف إدلب الشمالي بعد أن قامت قوات النظام بضرب محطات التوليد الرئيسية التي تغذي هذا الريف، ترافق هذا مع قطع الماء على كل من حزانة وكلي وسرمدة وبعض القرى المجاورة. كما وشهدت مدينة خان شيخون قصفا عنيفا أدى هذا القصف إلى وقوع أكثر من 10 جرحى وهدم بعض المنازل. الآن قصف على مدينة سلقين من حاجز الظهرة، والقصف يستهدف منطقة الجمعية السكنية، وأنباء عن إصابات في صفوف المدنيين، والدخان يتصاعد من هذه الأبنية الآن. كما وتشهد مدينة دركوش قصفا عنيفا أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح، فضلا عن تدمير بعض المنازل. الوضع الإنساني سيء للغاية من جهات عديدة، فإن تجاوزنا الحالة الطبية لأن الجميع أصبح يعرف عدم قدرة المشافي الميدانية على استيعاب الجرحى وعدم تمكنها من إجراء العمليات الدقيقة. نعم، أشكرك سيد أحمد القدور الناطق باسم شبكة الشام، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت، كنت معنا من إدلب.